صوتي تم عسالة رمضان، تعالي حبوبتي نصوب انا وانتي بوشنيخه سائله في القرعه وما كتاخدش منا بزاف ديال الوقت. تبعي معايا الفيديو من الاول للاخر وغادي تعرفي الطريقه. كنقولوا بسم الله. اول حاجه كنحتاجوا جوج كيسان ديال الحليب يكونوا خارج الثلاجه. كنحتاجوا هنايا واحد معلقه ديال القرفه ومعلقه اخرى ديال اليلسون وديال الشمر. بالنسبه كناخذوا شويه ديال الملحه، كناخذوا قبيصه ديال الملحه، كناخذ واحد المعلقه ديال اللي هي الخماره، وكناخذ شويه ديال الكركم. من بعد كنضيف ثلاثه ديال الكيسان ديال الدقيق، الدقيق اللي هو خاص بالحلويات. فالمهم البنات كيف ما كتشوفوا، اول حاجه كنقول بسم الله. طبعا ما نساوش باننا غادي نضيفوا واحد شويه ديال الخل، معلقه ديال الخل وثلاثه المعالق صغار تاع الزبده. المهم كنبداو كنقولوا بسم الله. كناخذوا جوج كيسان ديال الحليب كنحطوهم، من بعد كنضيفو اليانسون والشمر بجوجهم مطحونين مع بعضياتهم، كنضيفو معلقه كبيره ديال القرفه، كنضيفو هنايا ناخذ واحد المعلقه باش غادي نضيف الخميره الكيميائيه، كناخذ منها واحد المعلقه وشويه، يعني معلقه وشويه كيف ما كتشوفوا هي معلقه، وغناخذ واحد القبيصه اخرى. المهم خصها تكون 6 غرام. فالمهم غادي نسالي من هادو، غادي نمشي ناخذ معلقه ديال الكركم، معلقه ديال الكركم، وعاد غادي نبدا نخلطها مزيان حتى يدخلوا العناصر مع بعضياتهم. طبعا ما ننساوش الملحه، قبيصه ديال الملحه ضروريه. غادي نخلطها مزيان عاد باش غادي نضيف الدقيق ديالنا. الدقيق كيف ما قلت لكم كتكونوا مغربلينه، طبعا ثلاثة ديال الكيسان. غادي نبدا معكم نضيفوا الكاس الاولاني بسم الله، وحنا كنخلطوا في نفس الوقت باش ما يبقاوش لينا دوك الكويرات الصغيورين. مع كيتكونوا الكويرات الصغيورين ما يبقاوش لينا في هذا العجين ديالنا. المهم كنضيفوا الثاني، كاس الثاني، وغادي نخلطوا. المهم حنا فيما كنضيفوا الدقيق كنخلطوا، يعني ماشي نضيفوا صافي، فيما كنضيفوا الخليط الدقيق كنخلطوا الخليط باش يتجمع لينا مزيان. المهم كنبقى نخلط الخليط مزيان. دابا غادي نضيف الكاس الثالث. كيف ما كتشوفوا الخليط راه مازال خاصو الدقيق، وديما كنقول لكم الخليط دائما انه تشوفوا على حسب الدقيق، كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي لا. المهم حنا كنبغيوها تكون شويه سائله، ما تكونش يعني قاسحه وما تكونش عاوتاني جاريه بزاف. المهم على الحسب، يعني كيف ما غتشوفوا غنوريكم الشكل ديالها، على الشكل بحال العجينه ديال الكيكه، خاصها تكون بحال العجينه ديال الكيكه. المهم كنبداو نحركوها مزيان. دابا شوفوا انا دابا ضفت الكاس الثالث، غادي نخلطها مزيان. غادي نضيف دابا معلقه ونص ديال الخل، معلقه ونص ديال الخل، حيت لان الخل هو اللي كيخليها كتجي هشيشه، وطبعا حتى الزبده حتى هي. ثلاثه ديال المعلقه ديال الزبده مذوبه، ثلاثه ديال المعلقات كيف ما كتشوفوا، المعلقه الاولى، المعلقه الثانيه، والمعلقه الثالثه. المهم هادشي كامل ملي كنضيفوه كنبداو نخلطوا مزيان عاوتاني الخليط ديالنا، ومن بعد غادي نغطيو بابي سيلوفان وغادي نخليوه في الثلاجه تقريبا واحد الساعه، يبقى في الثلاجه واحد الساعه، عاد من بعد ديك الساعه غادي نستعملوه. المهم كيف ما كتشوفوا دابا انا راه كنخلطها هنا مزيان 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 مزيان، وغادي نوريكم القوام ديالها كيفاش غادي يولي. الشكل ديالو غادي يكون بحال ديال الكيكه. المهم هي كتجي سهله، هاد الشنيخه هادي كتجي سهله بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الوقت بانهم يديروا الشباكيه وبانهم دليك وشباك وهادي، شويه فيها تماره، وخصوصا لما كانش عندك العوين. الله يكون حسن، الله يحسن العوين، الله يكون في العوين للجميع. فهادي كتجي سهله. المهم دابا انا غادي نغطيها ببابي سيلوفان وغادي نخليها هكا على جنب في الثلاجه لمده ساعه، ومن بعد نتلاقاو باش ان شاء الله نكمل معكم الفيديو. كيف ما كتشوفوا ضروري من هذه خصها تكون عندكم قرعه. المهم القرعه ضروري تكون مسخطرينها مزيان، هذيك الغلاقه ديال القرعه ضروري نتوما غادي تقبوا، ضروري تكونوا نتوما تاقبين هذوك الغلاقه ديال القرعه بشي خمسه ديال التقيبات بحال هكايا. المهم كيف ما كتشوفوا كنجيبوا واحد البوش كنعمروا باش يسهل لنا اننا نحطوه في القرعه، من بعد ما خليناها حنايا ساعه في الثلاجه. المهم نحطها هنا في هذا لابوش، هذا غادي تجيني شويه سهله باش غادي نديرها في القرعه دغيا دغيا. المهم كيف ما كتشوفوا غادي نخوي هذا الخليط كامل في هذا لابوش هذا، ومن بعد غادي نحلو بالمقص ونجيب القرعه كما قلت لكم، قرعه صغيره ولا قرعه كبيره اللي عندكم، القرعه ديال الماء. المهم غادي نبدا نحط هذا الخليط في القريعه اللي قلت لكم. كيف ما كتشوفوا ها هي دابا غادي نحلها هنا هذا، وغادي نفضيها في القرعه، لان ملي كديروها في البوش دغيا كتفضى لكم في القرعه كتجيكم سهله، ما كتضربوش على تماره بزاف.
فالمهم هكايا دابا كنخوي فيها بحال هكايا، كتجي ساهله 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 يا البنات، وما فيهاش تماره، وكتجي بنينه بنينه. وحنا عرفتينا ضروري حنايا خصنا نديرو هذيك بالنسبه لرمضان، ضروري خصو يكون سلو، ضروري خصها تكون شبكيه. وكيف ما كنقول لكم الله يحسن العوان، كاين الناس مساكن اللي ما عندهمش العوين وما مساليينش وكيكونوا خدامين، فعلاش لا كيبغيو يصوبوا حاجتهم تاع الدار كتكون نقيه، فعلاش لا يديروا هاد بوشنيخه وكتجي طبعا ساهله. فالمهم كيف ما كتشوفوا الغلاقه ديال القرعه انا غنوري لكم، راني تقاد فيها درت فيها 5 ديال التقيبات، ودابا غادي نسدها وغادي نمشي ديريكت مول الزيت سخون. طبعا كيف ما كتشوفوا ان الزيت كيكون سخون، دابا غادي نبدا نشكل انا هاد البوشنيخه ديالتي كدغيا دغيا، ما كتاخذش مني الوقت، بحال هكا كتنزلوها وكتقطعوا وكتبداو تقلبوها، وهي راه تبارك الله كتكون عرفتي خفيفه 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 ومقرمشه من الداخل، وكتجي خاويه من الداخل، ما كتجيش مدقصه، وكتسمعوا واحد القرمشه اللي هي خطيره، غادي نسمعها لكم في نهايه الفيديو وتشوفوا. وطبعا كنكون محضره العسل، انا يا دوبك كنحيدها من الزيت، كتكون تحمرت نحيدها من الزيت ونحطها في العسل ديريكتومو باش تاخذ عاوتاني العسل، وفي نفس الوقت يعني احسن حاجه تطلعوها وتحطوها في العسل، ما حد دابا سخونه باش تشرب العسل مزيان. المهم كنكمل بهذه الطريقه هذه كامله، حتى غادي نكمل انايا هاد البوشنيخه هذه، هاد الكميه اللي عندي كامله، ونتلاقاو ان شاء الله في ان شاء الله في نهايه الفيديو في الشكل بعد ما نحطها في الطبق النهائي. وقولوا لي الراي ديالكم، وكنصح انا جميع ديال الناس انهم يجربوها ويخليوا لي لايكات وكومونتير زوينين كيف ديما باش نشوفهم ونقراهم، حيت لان بصراحه انا كنفرح بزاف ملي كنشوف الناس كيتفرجوا في فيديوهاتي، كيف ما انا كندخل كنستافد من الفيديوهات تاع الناس. انا طبعا عارفه بانني كنبغي نشارك معكم هذا الشيء باش تستافدوا معايا، علاش لا. فالمهم هذه هي بوشنيخه ديالتي ديال اليوم، حبيت اني نشاركها معكم، رمضان مبارك كريم. طبعا ديما كنبارك لكم رمضان وكنقول لكم عواشركم مباركه، الله يدخل عليكم الصحه والعافيه وطول العمر. وطبعا هادو من الشهيوات تاع رمضان، هادشي علاش. المهم كيف ما كتشوفوا دابا غادي تبداو تقلبوهم، هما راه ما كياخذوش في فوق البوطه بزاف تقريبا، يعني دغيا دغيا كيبداو يتحمروا، تقلبيها من هاد الجهه تقلبيها من هاد الجهه صافي، ومن بعد تحطيها في العسل وتكملي. حبوباتي بوشنيخه هي وجلات، الشكل ديالها كي تيجي ما كتاخذش منا الوقت، كتجي خطيره 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 ما شاء الله عليها، كتجي فنه بلا ما نضيع الوقت، بلا ما نبدا نشبك، بلا اي حاجه، ها هي واجده عندي، وخصوصا الناس اللي عايشين هنا في الغربه. اسهل طريقه، سهله ماهله، ما تاخذش منا بزاف ديال الوقت. شوفوا الشكل كيفاش، وغنسمعكم دابا القرمشه ديالها كي دايره. ها انتو الغزاله ديالي، سمع الله شو كتجي من داخل، وغزالة ما شاء الله، قريميشة ديالها خطيرة. سمعتوا صوت الخرمشة او القرمشة، خطيرة خطيرة خطيرة. جهزوها ما تضيعش منكم الوقت، حتى الشكيل بصراحة منادر زوين. شوفوا الشكل ديالها كيف ما كنقول لكم، قرمشه كاينه موجوده، انا عارفه بان غادي تعجبكم ومتاكده بان غادي تعجبكم. ديروها وردوا عليا الاخبار، ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم مع احبابكم، وعواشركم مباركه، ورمضان ها هو جاي، يلا هلا لا ويلا هسيدي نوجدوا الشباكيه. وبنا بهذا الفيديو كنا لاعجابكم، كيف ما كنقول ديما ما تنساوش ليا اللايك ديالكم زوينه، وما تنساوش ليا الكومنتير ديالكم الغزال اللي كنقراه وكنكون فرحانه بصراحه. وخليت لكم الراحه مع منسي مروه، مع السلامه.